لا، وحميد شبط وبعض الإخوة داخل حزب الاستقلال أولا تستحضروا المرحلة التي تنعقد فيها المؤتمر 16 لحزب الاستقلال. ثانيا، هذا من واجبنا، لابد ما تكون معايير بالنسبة للأمين العام المقبل والذي سيقود مرحلة من أخطر المراحل التي قد يعيشها المغرب، هي المرحلة ما بعد الولاية للحكومة الحالية، يعني تكون مرحلة دقيقة على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة. الحقل السياسي اليوم في حاجة إلى خلق واحد الخلخلة من نوع جديد، يعني تحمل الشباب مسؤولية داخل الأحزاب السياسية الوطنية وخصوصا حزب الاستقلال. شباب بطموحه، بكفاءته، ببرنامجه الطموح الجديد المتجدد. وحزب الاستقلال دائما يحافظ على الثوابت، على المبادئ، على المرجعية، ولكن حزب يتجدد في كل مرحلة من المراحل. إذا هذه المرحلة اليوم الدقيقة، واللي بغينا مؤتمر يكون مؤتمر ديال الجودة، مؤتمر ديال خلق شيء جديد في الحقل السياسي المغربي، تنقولوا الأمين العام خصو يكون عنده بعض المواصفات. هذا مسألة طبيعية ومنطقية. أولا السن، أولا قادر على القيام بواجبه على أحسن وجه. ثانيا، أن يكون شخصا ناجحا في عمله، إن في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص. ثالثا، يجب أن يكون ملتصقا بالاستقلاليين وغير الاستقلاليين، ويكون مقبول لدى الرأي العام المغربي، لأن الرأي العام المغربي كله يتابع وينتظر نتائج مؤتمر حزب الاستقلال، لأن لا نريد مؤتمرا من أجل عقد مؤتمر، قدر ما نريد جميعا كمناضلين، كغيرنا على الحزب، على قوة الحزب، على من سيدعم الاستقلاليين في الأقاليم وفي الجهات، من سيشجع دور المرأة في العمل السياسي، دور الشباب، من سيحافظ على المقاومين وعلى المناضلين الذين ناضلوا من أجل أن يظل حزب الاستقلال ذاك الحزب الشامخ القوي إلى حد اليوم، أي منذ حوالي 80 سنة إلى اليوم. إذن هذه المعايير هي التي تجعل أنه بعض الإخوة من رجال الإعلام ومن رجال السياسة يقارنوا بين الأسماء المتواجدة اليوم على الساحة، أسماء الشابة اللي أولا راكمات واحد العمل حكومي، تجربة حكومية مهمة، كذلك حضورها في الحزب حضور قوي، وتبدأ كل واحد تقترح اسم من الأسماء. حميد شباط اليوم وحنا مقبلين على المؤتمر، الشغل الشاغل لنا هو الانكباب على إنجاح المؤتمرات الإقليمية اليوم، اختيار المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني. إذن هذه المرحلة الأولى. أي إنسان رشح نفسه قبل هذه المرحلة أظن أنه هو فيه سبق، سبق، لأن مازال أولا ما انتهينا من المؤتمرات الإقليمية، لأن إذا كان هناك منافسة من اليوم غتكون لها تأثير في المؤتمرات الإقليمية، وغادي نخلقوا واحد النشاج داخل الحزب. ومن هنا تنأكد لك الاسم اللي تداولته بعض الشخصيات أو بعض الإخوة داخل حزب الاستقلال، ورشح نفسه هو الأخ عبد الواحد الفاسلي حد اليوم، لأنه ما يمكننا ندعمه إلا واحد الإنسان اللي قدم ترشيحه أولا. إذا اليوم سي عبد الواحد الفاسي، أنا رسالتي لعائلة آل الفاسي هي واضحة. أولا، آل الفاسي هو ملك لكل المغاربة وللعالم العربي والإسلامي بما أسداه من خدمات جليلة، إن للدين الإسلامي أو للغة العربية أو لكل الثقافات التي ينعم بها المغرب من أمازيغية ومن كل اللغات واللهجات المغربية، واستعلا لدافع على استقلال الوطن وعلى هويته، والذي توفي ويدافع عن الأراضي المغتصبة من السقية الحمراء والدهب إلى تندوف إلى القناتسة إلى كولومب الشار إلى سبتة إلى مليليا إلى الجزر الشعفارية بكل المناطق، واستعلا اللي كان عنده موقف ثابت، والجميع يحترمه على تلك المواقف،
وقال دائما أن استقلال المغرب هو استقلال الأعرج، وكان موقفه هو أن نظل نكافح عن طريق المقاومة في الجبال وفي الصحاري من أجل تحرير كل الوطن. ما لم يكن ذلك، ولكن ظل وهو يناضل ويكافح من أجل استكمال الوحدة الترابية، وهو في بوخارس من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية وكذلك عن قضية فلسطين. إذن هذا الرجل الهرم فكري سياسي ثقافي إسلامي اللي كان يمثل السلف الصالح الحقيقي، السلفية الحقيقية اللي من بسقة من السنة كان يدعمها، وكان بل كان مؤسسها في المغرب هو سيدي علال الفاسي. إذن الهرم يجب أن يظل كذلك، سيدي عبد الواحد اللي هو نجل هذا الزعيم يجب أن يظل ملكا لكل المغاربة، وخصو يبقى داخل الحزب ذاك الإنسان اللي تلتجئ له لما تتكون قضية من القضايا الكبرى داخل الحزب. أما أن يطرح اسم عبد الواحد الفاسي لتكون هناك منافسة داخل حزب الاستقلال، أظن أنه فيه نوع من خدش صورة الزعيم الراحل علال الفاسي اللي كان يقود الحزب والمغرب في مراحل عصيبة. اليوم راه وقت آخر، اليوم العالم تطور، العالم يشتغل عن طريق الفيسبوك، عن طريق الانترنت، عن طريق الإعلام، عن طريق التنمية الشاملة. ولهذا تنقولوا اليوم أمين عام يكون عنده واحد توجه تنموي حقيقي، لأن المغرب في المرحلة المقبلة يجب أن ينتقل من الإصلاحات السياسية إلى الإصلاحات التنموية. لأن نحن في حاجة إلى رجال فكر، إلى رجال تنمية، إلى رجال صناعة، إلى رجال اقتصاد، لأن المغرب في حاجة إلى اقتصاد. هذا الاحتقان الاجتماعي ما يمكن له يقوده إلا رجال الاقتصاد. اليوم السي عادل الدويري لم يقدم ترشيح، وليس هناك أي ترشيح من طرف الشباب اللي هما مستنبد ديال الحزب السكري. كاين السي عادل الدويري، كاين السي كريم غلاه، كاين السي توفيق حجيرة، كاين السي عبد القادر الكحل، كاين السي عبد الله البقالي، كاين الأخت ياسمين البدو، كاين الأخوات كثار اللي يمكن لهم يتحملوا هذه المسؤولية. ولهذا لما تأتي المناسبة الاتحاد العام الشغالي سيقول رأيه في الأمين العام المقبل. طيب في عجالة، ما حقيقة التيار العروبي والتيار الفاسي داخل حزب الاستقلال؟ لا، حزب الاستقلال هو حزب الجميع وملك لكل المغاربة، ولا يمكن لأي مغربي أن يقبل أن يظل حزب كذا أو كذا، وحزب الشعب المغربي.